عيال ايش بتسوي هون؟ قلت لك انا ورا الشباك. يعني ورا الشباك؟ ولك انت كوميدي نمبر واحد. خلص تعال بدنا نبلش. طبعاكم بتقدموا غدا ونيم بقدموا سوا طبعا. امبارح 3/8 اليوم السبت. دقيقة وانا بجيب لك اياها. دقيقة. اعطيني هويتك. بيقدر يقدم لتصريح رحلي. بتاع الاربعة. بيقدر تصير له مع بايع. بتجي جيت ولا تجي؟ انا بحكي عربي. لما انت جاي للداخلية الاسرائيلية اللي هو سافر مش عارف ايش. أكيد أكيد دائما بذكرني يعني إنه أنا بحط حالي محلهم في موقفهم. زي ما أنا بيجي بأخذهم وبستنوا أنا كمان بفكر في هذا ليش إنه أنا أروح لغاد أنا كمان أخذ وأستنى يعني. أز أنا بفهمهم شو أنا بحسهم. كل واحد قاعد يسوون أقبالي إنه إحنا في الأخير كلنا نفس الشيء نأخذ خدمة اللي إحنا بنتوقعها. في كثير وظائف بالجيش. إيه اخترعت هون يعني شكله حتى عمل ممل شوي. لا العمل مش ممل انه انت بتحب العمل اللي بتعمله. انك تساعد ناس اشي كثير كثير حلو. وانا كبرت على الشغلة يعني جيت من بيت اللي كل حياتي احب اساعد. عندنا في البلد يعني في البلدية اربع سنين من حياتي اللي كنت اتبرع فيها لاطفال لمسنين لكل شيء. لما دورت ايش اعمله في الجيش دورت ايش اللي اقدر اتبرع من حالي للجيش في طريقة اللي اقدر اساعد الناس فيها. الوظيفة نفسها ليش اخترتها؟ لانه كل يوم بتشوف وجه جديد هون. كل يوم بتشوف ناس جديدة ووجوه جديدة. ومن كل شخص بتقابله في وراء قصة. من كل تصريح تعمل فيه كمان وراء قصة. ولما تساعده بتكون زي جزء صغير من حياته. يعني كل تصريح بتطلع جزء صغير منه. حتى لو شيء صغير انت ساعدته. عشان هيك حبيت الوظيفة كثير بحب امشي معها. تمشي بعرفة؟ بعرفي لازم لك خمش الزمار من جنين. اسمع 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 يا شباب كربوا جا كربوا لم ثم غنى وقال اسمع كلمات الحادي. طبعا انا ساكن في قريه البقيع. قريه البقيع مش بعيده من كثير ساعه وربع. قريه البقيع يسكنوا فيها الاربع طوائف الدروز الاسلام المسيحيين واليهود. أنا ساكن في هاي القرية وعايش مع أربع طوائف. العادات التقاليد مش كثير متباعدة تقريبا نفس الإشي نفس العادات التقاليد اللي عند السكان هون من عند سكان القرى العربية والدرزية في الأراضي الإسرائيلية. لك فيش فجوة في العادات والتقاليد وانت بتتفاهم مع المدنيين وتحكي معهم اللي في الطريقة المقبولة عليهم وعليك. منذ ابتداء تمتاز انه عايشين مع بعض الاربع طوائف. بالبقيعة المقبرة هي ارض واحدة قسيمة واحدة اللي هي الناحية الشرقية قبور للطائفة الدروز والناحية الغربية قبور المسيحية جيران مع بعضهم حتى في الحياة وحتى في بعد الموت. وحلك يا حلاك كل عام وانتم بخير. لك يا حلاك في الموس الفضة عين البقيعة جماعة وهي البلد الوحيدة اللي هي في إسرائيل وبفكر حتى في الشرق الأوسط إنها بتجمع أربع طوائف. طبعا أهلها زي عيون الموجودة في البلد جماعة في المحبة والأخاء والتخاوي. العرس اللي كان يكون في البقيعة إذا كان اليهود ما كانوش موجودين فيه ما كانوش فيه عرس. كان واحد اسمه المهتدي يمسكها في الدبكة على الرأس دايماً. إجيت لكفار هايتي צריך עזרה לסדר גג בשכן עוזר לי. הייתי צריך כל מיני דברים פשוטים של חיי יום יום שזה מחמם את הלב.
كيف تشرح العلاقات المتواجدة هون؟ لأنه فيش منها في باقي القرى. شو السر هون في القرية؟ بس هو السر المي. المي كمان برها المي حنونه كله شرمينه للمي وكله بحب حب التاني. محبة أصلاً محبة. بس خنام بالعبران بقولها بس خنام. كشيش على الواحد سهر بقاله سهرة بيجيك قاله سهرة تفضلوا بيتنا بتوح عنا بالعين النصة بقول عنا كل ما نجوان يجو ياكل ضمن عطر يجو انت مضبوط. بتيجي على بلد أو بتيجي على حقل وبتشوف كله بستان بس بزهرة واحدة نفس اللون ممل جدا. لما بتيجي على حقل فيه جميع ألوان فنظرك كمان كثير برتاح. أهل البقيعة عندنا الأحمر وعندنا الأخضر وعندنا الأصفر وعندنا الأزرق وإحنا ملونين أربع طوائفنا الحلوة وتكون مثال لكل الدولة. طبعا أيال إحنا سوين موجودين في منطقة برطعة. برطعة هي مقسومة لقسمين، برطعة الضفة اللي هي من ورانا، برطعة الضفة هي اللي ورانا بتقدر تشوف هون سيارة فلسطينية جنب سيارة إسرائيلية، برطعة الإسرائيلية اللي هي أمامنا. برطعة الضفة فيها حوالي 6,000-7,000 نسمة، برطعة الإسرائيلية فيها بين 5,000-4,000 نسمة تقريبا. منطقة هون مشهورة في الاستثمار الاقتصادي والهدوء الأمني، كثير تجار بيجوا لهون من مناطق الضفة كلها اللي عشان يستثمروا هون في المحلات، بيجوا كمان من الخليل، من بيت لحم، من طول كرم، من كل مناطق الضفة تقريبا بيجوا لهون. كل الزبائن من عندكم. غير كل حاجه الحمد لله. انا تفضل الصغير زي هاي ب 50 شيكل. من وين هاي؟ تركي. طبعا هذا بجيبه من الهند. انا كله بجيبه من تركيا. كله فرات. هاي شيء من مصر، في شيء من الضفه، في شيء من جوا. اكثر شيء ماشي عندي لغزه للضفه نابلس، ببعث الكودس. بيجوا يهود، بيجوا من حريش، بيجوا من قدسيه، بيجوا من حيفا. برضه بشتغل مع الداخل يعني الضفه اللي هون بقى شرقيه. اسمك انت هون او كسرت لي ايدي شوي شوي. برطع صارت زي ديوتي فري اجمالا، كل الاستقطاب الاجنبي والداخلي بيجي عليها زياره. يعني احنا بنحكي في طول الاسبوع بيجي باصات من سواح من برا بيتفرجوا على النمو الاقتصادي لبلد كانت مش موجوده، فجاه اندثرت وفجاه نجحت. بدك لف توصل الظهر والجنب. في مقفين؟ في مقفين. منو اخذي؟ في برطع ما في مشاكل ولا اي حادثه صارت يعني امنيه يعني مثلا. وهاي بالاداره المدنيه الاخوان بيعرفوا انه ما في مشكله وان شاء الله ما بصير. شوف شو صار هون، كيف صار هيك؟ شوف الاسباب كثيره، منها او درجه الحراره العاليه او لا مبالاه في التعامل مع الطبيعه او اشعال واحراق الاعشاب بشكل مقصود. اما مش مهم شو السبب وشو اللي صار هون، اما لازم كلنا نحافظ على هاي الارض اللي بنحبها. وعشان هيك عشان تكون عارف، في هاي الحريقه اللي كانت هون وحدات الاطفاء الاسرائيلي ودفاع المدن الفلسطيني اشتغلوا جاهدين عشان يطفوا الحريقه ويحموا الطبيعه. الطبيعه تابعه للجميع ولازم نحافظ عليها جميعنا. طبعا هاي هون محطة توليد الكهرباء اللي احنا شايفينها، هاي افتتحت في السابق بحضور المنسق السابق يوآف مردخاي ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور رامي الحمد الله. طبعا هن راحوا وخلصوا وظيفتهم، اما النور اللي بنتج من الكهرباء في البيت بظل. زي ما بنحب نقول في المنسق، الاستقرار يولد الازدهار. ايوه الاستقرار يولد الكهرباء. اخر اليوم بدنا نفكر ايش الرساله اللي بدنا نوصلها، ايش الهدف، شو عملنا اليوم. انا بفكر انه الرساله اللي لازم نوصلها هي التعايش بامن بسلام باستقرار. لما احنا قاعدين هون عم نشرب القهوه مقبل هذا المنظر الرائع، هذا المنظر بحاله مكون من طبقات. يعني احنا صح قاعدين هون
أما قبالنا شايفين الدخان الناتج من الحرائق اللي مش عارفين شو سببها، وسمعين صوت إطلاق النار، وسمعين صوت الصلوات. وهذا الإشي بدل وبأكد إنه من وراء هذا المنظر الرائع كمان في حياة اللي هي معقدة ومش سهلة. وفي الآخر إحنا موجودين هون عشان نفهم هاي المركبات كلها، ونفهم التعقيدات الموجودة في هاي الحياة، ونجرب نحافظ على النسيج الحياة اليومي بدون أي تشويشات خارجية أو داخلية قدر المستطاع طبعاً، عشان الشعب والمواطنين جميعاً يقدروا يكملوا حياتهم اليومية بشكل طبيعي. أنا اللي 18 في المنطقة كل مرة بقعد هون بذكرني في بلدي، كمان بصفتنا شباب دروز اللي تربينا على تقريبا نفس عادات والتقاليد، لما تساعدوا حتى لو انه من الطرف الاخر تحس كمان في ايش جويتك.